والحضري على مين اللي هيبدأ أمم أفريقيا 2006؟ بص، لا هو مش كده. هو حضري، على فكره انا اتكلمت في الموضوع ده قبل كده والحضري زعل. على فكره خد بالك، الحضري في البطوله دي ما كانش هيشارك من انا خلي بالك، انا كنت معاك 24، فانا عارف يعني التفاصيل، اللي بس كان انا هيلعب بسألك البطوله دي، يعني. اللي كان هيلعب البطوله دي عبد الواحد السيد. والله، وايه اللي غير بقى؟ ما اعرفش، كان في مباريات وديه وكان كان عبد الواحد ماتش مش جنوب موافق. افريقيا اما عصام 2-1، ده اي ماتش جنوب الجون افريقيا؟ التاني اللي جه في عبد الواحد السيد ايوه، هي دي كانت القاضيه. قبل البطولة بثلاث ايام، عبد واحد كان هو الاساسي. انا عارف. بس عصام بيزعل على فكره. عصام والله مش دي، مش بتقلل منك اي على لا، فكره، دي حقيقة، بس دي عصام واقعة. بيزعل من النقطه دي خالص. ليه بيزعل؟ ليه؟ ما بيزعل يعني، بيتضايق، واخد بالك، ليه قال لك وبيتقمص. ايه قبل كده؟ بيتقمص. بيتقمص. والله ما اعرفش ليه، بس حقيقه هو كان عارف على فكره، وكان ساعتها قاعد ايوه، ما انا احتياطي عارف، انا كنت بغطي فبيزعل. بس المنتخب عصام، وقتها بص، وعارف. خلينا نتكلم ان عصام افضل حارس في تاريخ مصر، طبعا تمام؟ يعني ما شاء الله يعني، طبعا. وده حاجات حلوه تحسب له ان هو كان بعيد وبعد كده بقى. طب انا كنت واحد من الناس على فكره، ما كنتش موجود في البطوله اصلا. هو انت هربت في ماتش انا ما السنغال هربش، باين هتهربني ليه؟ بس اصبر، خلاص بقى، قلناها قبل كده 2006. الموضوع ده. انا بس بفتكر، الناس زهقت. لا لا، ما بس زهقتش انا خلينا نتكلم في الحته ان انا اصلا ما كنتش في البطوله دي. والله. يعني انا اتخذت في الوقت دوت، كابتن حسن اختارني في الوقت ده. كانت اصلا، بص، كان تقريبا في الوقت ده، رغم اني كنت بشارك مع نادي الزمالك في الوقت ده قبليها يعني، بشير اتصاب، وعماد النحاس. والنحاس تقريبا اتصاب، واخد بالك، كان في اكتر من كذا حد تقريبا برضو. ما كانش، انت كنت نمرة 5 تقريبا. انا ما كنتش موجود، بقول لك انا ما كنتش موجود في البطوله اصلا. ايوه، لا، نمرة 5 في حسابات الجزاء. هو كان بس خد بالك، هو يعني هم ايه اختاروني، دي حقيقة. اختاروني والدنيا اتقلبت وبتاع ايوه انا فاكر، يعني ما كنتش موجود في البطوله ده حقيقه. فاكر ان حصل كمان يعني ضغوط، علشان يعني، هو عشان ما كانش في حد. لا، كان في مسؤولين في اتحاد الكرة رافضين ان انت تكون موجود. بص، هو كانت الموضوع ممكن، انا سمعت الموضوع ده، بس انا كان ساعتها في لا، الوقت انا ده. كتبته لا حضرتك والله يعني، ما اعرفش، انا انا وقتها حاجات اول مره كتبته اسمعها يعني. منك يعني. بص، هو حلو على فكره ان انت كان في مسؤول بارز رافض ان انت تكون هتلاقي، موجود. ممكن اكيد كابتن سمير زاهر الله يرحمه، اكيد. الله يرحمه، ما كانش كابتن سمير. ايه، ما كابتن كانش سمير؟ كابتن سمير. لا، كابتن سمير تقريبا. لا لا لا، ما كانش كابتن كانش سمير. كابتن سمير يعني، ايا كان يعني، انا مسامح الموضوع ده، دي كوره في لا لا، الاول ما والاخر كانش يعني، كابتن سمير. مش بزعل على فكره خالص. ما بس كان مسؤول بارز، كان رافض ان انت تكون موجود، كابتن شوبير؟ انت وحسام حسن. كابتن شوبير؟ ما اعرفش، الله لا اعلم. لا حبيبي، كابتن شوبير عشان ما يزعلش. ايا كان، ماشي، ايا كان مين الاسم، هو حبيبي برضه. ايوه ماشي. كفايه انا ان انا في البطوله بقول دي لك خدت، بس الحمد لله. انا جاي اهدي النفوس. حلو حلو. انا بص، انا اتملي والله اسلم على فكره، انا خد بالك علشان برضو الناس تبقى فاهمه، انا على فكره حصل اختلافات كتيره جدا ما بيني وما بين المسؤولين في الوقت اللي انا كنت موجود فيه. بس عمري ما يعني، الحمد لله، بحترم الجميع وبحب الناس كلها، وهم عارفين كده يعني. ممكن نختلف بس في الاول والاخر احنا يعني حبايب يعني، لان تقريبا اتعاملت مع المنظومه كلها. يمكن في بعض الاسماء لسه ظاهره في الفتره، اتعاملت معاها ممكن وانا مثلا في الاهلي، وانا في الزمالك، واخد بالك، ما شاء الله دلوقتي بقوا ليهم مناصب يعني. فكل دول اتعاملت معاهم من وانا بلعب كوره. ف يعني الناس كانوا لعيبة يعني، قصدك؟ لا، ممكن كان مثلا اعضاء مجلس اداره يعني، مثلا مين أكتر واحد خذلك؟ يعني ما كنتش تتوقع منه إن هو يعاملك بالطريقة دي، لا. بص، هو أو الحمد ما لله، يقفش جنبك. بص هو كتعامل، بص هو الحلو الحمد لله من عند ربنا سبحانه وتعالى برضه. انا عمري ما طلبت حاجه من حد يعني، فاهم قصدي؟ ماشي، بس في موقف معين من غير ما أنت لا، بص، تطلب. معظم الناس اللي موجوده دول كلهم الحمد لله وقفت معاهم، واخد بالك يعني وقفت معاهم كتير قوي. بس هو الزمن بيتغير، بس الحمد لله الحمد لله. ايوه، يعني مين اكتر واحد ما وقفش جنبك؟ انت ساعدته، لا، انا معظم وهو اللي ما موجودين وقفش. كلهم ايوه، ساعدتهم. وهو ما وقفش جنبك. لا، هم كلهم على فكره، معظم اللي متواجدين على فكره، ده حقيقه. سواء كانوا بيذيعوا، سواء كان بيعملين برامج، سواء يعني كان، كان في ناس بتتهرب منك لا مش تهرب مني. او ما تردش على لا لا لا، تليفوناتك ما بيحصلش، ما فيش الكلام ده او خالص، ما تطلب بتصلش حاجه. حاجة او تبقى متوقع حاجة. لا، كنت متوقع مثلا ان انا بقى يعني في يوم من الايام مثلا وقفت معاك فهتقف معايا بعدين، فبعد كده في الاخر مين ليه بقى مش. اكتر واحد؟ لا لا، بص، ما انا قلت لك كلهم، لا لا لا، قول لي باسم ما انا بقول لك معين كله انت ما والله. لا مش تنساهوش. هينفع، هو كل، ما انا بقول لك كلهم، كل اللي في المنظومه كلها يعني، كلهم يعني، كلهم وقفت معاهم في حاجات كتيره جدا، سواء برامج، سواء مواقف معينه ليهم، كل ده انا وقفت معاهم وهم عارفين كده، واخد بالك. وعمري ما طلبت حاجه من حد، فاهم قصدي؟ مش الموضوع من لكن ابسط من كده. خذلوك.
يعني اكيد ما بزعلش على فكره خالص خالص، ما بزعلش من حاجه، بس عارف اعرف وعلم. لانه بص هي الدنيا الدنيا بتدور، ما فيش حد بيثبت والله بجد. ده بجد والله ما فيش حد ثابت. في ثانيه بص تقوم عامله كده ماشي، يعرف وعلم. ده مبدأ إبراهيم سعيد. خلي